وينطلق الشوط الثالث حاملا 24 اسم من البكار، وهو الشوط الثاني الخاص بالبكار الحقايق لأبناء القبائل. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط على الهواء مباشرة وعلى أرضية ميدان دستور، 3 كيلومترات مسافة هذا الشوط وأشواط سن الحقايق المنطلقة في هذا الصباح وهذا المساء إن شاء الله. شوطنا يندفع وجوائز نقدية قيمة للمراكز الأولى، ونحن الآن نتابع مقدمة الشوط ونرى اللي تحتل المركز الأول من البكار اللي هي شاهينية للسيد يمعى بن معيوف بن سرحان الدرعي المسيطرة على مقدمة شوط، بينما نرى في المركز الثاني أبعاد لحمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري دور المركز الثالث، واللي تحتل غادة للسيد سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع مشاهدين الأعزاء من الجانب الآخر رابع المراكز اللي تتسلل وهي بنادق لسيف بن سالم بن شميل الراشدي، بينما المركز الخامس انفراد تعود ملكيتها السيد محمد بن علي بن سيف المزروعي. سادس المراكز اللي تحتله الذهيبة لمبارك بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري من دولة قطر شقيقة، تليها في المركز السابع هنا وجود لتصريح حمد بن عتيج المقعودي الفلاسي. المركز الثامن اللي هي الظبي سالم بن سلطان بن رشيد للسويدي. المركز التاسع اللي تحتل المركز التاسع شودة لسعيد بن راشد الغدير الاجتبي. وفي المركز العاشر الظبي سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. هذه المراكز العشرة الأولى مشاهدينا الأعزاء، والآن نقترب من لوحة 1600 متر على خط النهاية، المسافة المتبقية من هذا الشوط. يا سلام الطيران، الإقلاع مع سن الحقايق، الدرعي يسيطر على الموقف، الشاهنية يمعى بن معيوف بن سرحان الدرعي في المركز الأول، بينما هناك ضغط قوي بنادق وليست بندقية واحدة وإنما بنادق للسيد سيف بن سالم بن شميل الراشدي وسلالة ما يهاب السعيدي. يا سلام يا سلام، المركز الثالث تحتله أبعاد حمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري 1200 على خط النهاية. المركز الرابع تصريح للسيد حمد بن عتيج المقعودي الفلاسي. خامس المراكز الظبي وصلت، ممثل السمحة يتقدم يتسلل مع الظبي سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. المركز السابع ضيفنا من دولة قطر يتقدم الذهيبة مبارك بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. ثامن المراكز تحتله اسطورة للسيد خميس بن محمد والذهيبة المبارك اليمامة لناصر بن سالم بن راشد الكعبي. المركز التاسع اللي تحتله مشاهدي الكرام هدوء عامر بن حليس بن سعيد العفاري. نعود إلى مقدمة الشوط، الظبية وهل السمحة المنطلقين الباحثين عن هذا المركز وهذا الموقع. حتى الآن لم تأتي التعليمات، الظبية ممثل السمحة الدائم مالك الظبية السيد سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن هناك بنادق واللي هي سيف بن سالم بن شميل الراشدي، وأيضا دخول من اليمامة ناصر بن سالم بن راشد الكتبي. الخطيرة اليمامة، اليمامة قادمة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن الظبي 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 سلالة التبر. سلام سلام يا التبر، سلام يا شاهين وأعياله، سلام يا السمحة، سلام. تهانينا لمحمية الروية وإنتاجها وزمولها وذهبها على إنتاج التبر. والظبية أيضا لها عادة في كسر التوقيت دائما في مشاركاتها، الآن تعلن الوصول معلنة الفوز بالمركز الأول. تهانينا والناموس لسعيد بن مطر محمد الرميثي. المركز الثاني الإمام ناصر بن سالم الراشدي الاجتبي. المركز الثالث بنادق سيف بن سالم بن شميل الراشدي. المركز الرابع هدوء عامر بن حليس بن سعيد العفاري. المركز الخامس أبعاد السيد حمد بن عامر محمد بن عفصان المنصوري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام، وكل التحية والتقدير للأخوان
في السمحة وخاصة سعيد بن مطر الرميثي، وهل الطف كاف هناك على الهواء مباشرة مع فوز ظبي اللي فازت بالمركز الأول. مشاهدينا الكرام خاصة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي تهانينا والناموس، وتوقيتها للثلاثة كيلومترات وأربع دقائق 32 ثانية خمس أجزاء من الثانية، حتى الآن هو التوقيت الأفضل لأرضية ميدان الدستور في هذا الصباح، وهناك أربع دقائق أخرى 33 ثانية وجزء واحد لليمامة السيد ناصر بن سالم بن راشد الاجتبي الفائزة بالمركز الثاني، بينما ثالث المراكز سبع أجزاء من الثانية 37 ثانية وأربع دقائق. هذه هي بنادق سيف بن سالم بن شميل الراشدي، تهانينا والناموس للمراكز الثلاثة الأولى ولجميع الفائزين مشاهدينا الأعزاء على المراكز المتقدمة العشرة الأولى في الشوط الماضي، والذي كان هو الشوط الثالث في المجموع ثاني أشواط البكار الحقايق. باقي لحظات وينطلق شوطنا الرابع الذي سيندفع من خلاله الشوط الثاني للقعدان الحقايق لأبناء القبائل في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، وعلى أرضية ميدان المرموم.